واضح ان الزمالك اعتاد على الخساره مؤخرا والبعد عن الصداره باريحيه. ايه يا ابراهيم اللي الزمالك بقى فيه ده دلوقتي؟ يعني 6 نقاط ماتشين على التوالي، الزمالك بيتعرض للهزيمه الثانيه على التوالي من طلائع الجيش. الجوله اللي فاتت قدام انبي اداء غير مفهوم، يعني النهارده الاداء تحسن شويه من الزمالك. شفنا الزمالك بيمسك الكوره بيحاول على مرمى طلائع الجيش، بس اخطاء فرديه وعدم تجانس بين المهاجمين بتوع الزمالك النهارده قدام طلائع الجيش كلفتهم 3 نقاط جديده بيخسروها في صراع الدوري. الفارق هيبقى 7 نقط لو الاهلي لعب مؤجلاته وكسب، وكمان بيراميدز لو تفوق في الماتش الجاي في الدوري هيعدي الزمالك، والزمالك هيتراجع للمركز الثالث، هيبقى فرق بينه وبين بيراميدز نقطه. فالزمالك حط نفسه في ورطه كبيره بعد ما كانت الصداره معاه وباعد بفرق كبير جدا في عدد النقاط، دلوقتي بيتراجع يعني من غير سبب، يعني مش عارفين يعني ايه السبب التراجع المفاجئ ده في ماتش، يعني في ماتشات الزمالك قدام انبي وقدام طلائع الجيش مش شايفين يعني ايه، يعني في سوء حظ من جانب الفرص اللي بتضيع من نادي الزمالك، في تغييرات غريبه من فيريرا في مدرب الزمالك، يعني مش قادر احط سبب رئيسي اللي حصل للزمالك، الدروب اللي حصل في الاداء وفي سلسله الانتصارات اللي كانت ماشيه مع فيريرا. الماتش الثاني على التوالي خساره غريبه بصراحه. طب اخبار الروح اللي بين اللعيبه ايه؟ اخبار روح اللعيبه ان هي تقاتل في الملعب ايه؟ النهارده انا شفت ان في روح شويه، الزمالك بيحاول على المرمى لغايه اخر دقيقه، بيحاول ياخد يعني بيحاول على المرمى، بس الفرص بتاعته ما بتلاقيش لاي مهاجم او بتلاقيش حد من الوينجات زي سواء زيزو او اشرف بن شرقي لما نزل الشوط الثاني او في الشوط الاول عبد الله جمعه، برده ما شفناش الخطوره الكبيره. يعني النهارده محمد بسام حارس مرمى طلع الجيش ما شفتش عليه تهديد كبير، يعني هي كره عمر السعيد في بدايه الشوط الثاني تهديد وانفراد وبيضيعها بطريقه غريبه. فالنهارده يعني انا شايف ان السبب الرئيسي لضياع النقط النهارده الخطا الفردي اللي حصل في كره الجون بتاع فيكتوري لاعب طلع الجيش من محمد عبد الغني المدافع الزمالك، والاهدار الكم الفرص اللي جات للزمالك في الشوط الثاني بالذات بطريقه غريبه وبرعونه كبيره جدا من لعيبة الزمالك، مش عارفين ايه السبب لده. ما يعني مفروض ان يعني شفنا قدام انبي برضو حصل فرص ضايعة كتيرة جدا من لعيبة الزمالك مش قادرين يفنشوا، الماتش التاني على التوالي مش قادر تجيب اجوان، مرموك بتستقبل الهدف 3 اهداف، ففي مشكلة خلل في الدفاع، الدفاع مش قادر يتفاهم مع بعضه، كمان المهاجمين كمان مش قادرين ينسجموا مع بعض. يعني ويعني انا شايف ان زيزو برضو سبب من الاسباب، لان لما يعني احنا شفنا ان زيزو نص قوه الزمالك الهجوميه، فالنهارده لما زيزو يبقى بره عن ادائه بعيد عن ادائه مش قادر يساعد زمايله مش قادر يصنع الفارق زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، فده بيكلف الزمالك كتير جدا. شفنا زيزو النهارده متعصب جدا جدا، يعني حقيقه يعني اول مره اشوف زيزو بالعصبيه دي وباللي هو بي 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 بيضيع، هو بس بيضيع بس بيضيع. يعني مش زيزو، يعني مش زيزو ولا رجل زيزو ولا يعني ضربات زيزو على المرمى. صح. تفسر ده بايه؟ يعني مش قادر الاقي سبب، يعني مره واحده انت من احسن اللعيبه في الدوري الموسم ده، هداف الدوري، بتبحث عايز تبحث عن اهداف اكتر، عايز تعزز صدارتك للهدافين، مره واحده دروب غريب في المستوى، يعني مفيش فينش التسديدات او العرضيات اللي انت كنت بتتألق بيها او معروف بيها مره واحده ما بقتش موجوده. كمان ده يعني بيرجع كمان لاداء الفريق ككل، يعني ممكن الفريق ككل كاداء يعني كاداء جماعي مش مساعد زيزو ان هو يلاقي نفسه، او مش لاقي المهاجم زي عمر السعيد او سيف الدين الجزيري لما ينزل، او مسانده من اوباما لما بيلعب كصانع العاب، مش ملاقي من اللعيبه دي اللعيب اللي يقدر يخلص له التمريرات. يعني هو بيلعب تمريرات كتيره، بيحاول بيخترق من الجنب اليمين، بيخترق من العمق، بيحاول يغير مراكز مع اشرف بن شرقي في الشوط الثاني، بس ما بيلاقيش اللعيب اللي يقدر يساعده ان هو يعني يترجم الخطوره اللي هو بيهددها على المرمى المنافس، فده السبب. بيضيع منه كمان يعني كده، بيضيع بسهوله قوي منه هداف بالظبط هداف الدوري، فيمكن ده اللي حاطه تحت ستريس. طب عايز اسالك حاجه،
خسارة الزمالك لست نقاط في لقائين أمام فرق مع كل احترامي هي متوسطة بالظبط وفي يعني. المتناول وأسماء اللي جوه الزمالك أكبر بكتير من الفرق اللي كان بيلعبها مع بالزبط. احترامي للمدربين والفرق وكل حاجة، مين السبب في نزيف النقاط اللي عمال يروح من الزمالك ده؟ يعني أنا شايف إن السبب الرئيسي لفقدان النقاط النهاردة الفريق ككل كلاعبين أو جهاز فني. النهاردة الجهاز الفني يعني علامات استفهام، الماتش اللي فات ما شفناش أي أداء أو روح من اللعيبة ده أولا. ثانيا كان برضو الماتش اللي فات شفنا فيريرا ما شفناش أي لمس يعني أي لمحات فنية من المدرب تجاه لعيبته. النهاردة برضو بنشوف النهاردة اللعيبة بتضغط بتحاول كتير. النهاردة اللعيبة كان ليها بالذات الخط الهجومي لنادي الزمالك النهاردة مش قادر يترجم الفرص. وكمان يعني اللي زود الأمر إن تغييرات فيريرا النهاردة كانت غريبة جدا، يعني ما فيش لعيب نزل النهاردة وقدم أداء كويس غير يعني يذكر حازم إمام بس. يعني النهاردة لما النهاردة طبعا ألف سلامة الكابتن حمزة المسلوسي، يعني النهاردة تعرض لإصابة يعني واضح إن هي خطيرة جدا، لأن هو النهاردة وهو خارج كان مش قادر يمشي على رجله واتنقل للمستشفى بعد ما خرج من الملعب على طول على النقالة. فبنتمنى له السلامة ويرجع بسرعة لنادي الزمالك اللي هيبقى محتاج يبقى ليه بديل في الجبهة اليمنى، لأن النهاردة دلوقتي حازم إمام هو بقى الباقي خلاص هياخد مهام الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مفيش بديل ليه بالظبط. فالنهارده الزمالك بيخسر يعني لو احنا عندنا انتقاد لمستوى المسلوسي شويه في الفتره الاخيره، فالنهارده هو حازم امام هياخد فرصته بس ملهوش البديل لو حصل اي شيء لا قدر الله. فزي ما قلنا مفيش النهارده بديل قدر يساعد الزمالك. النهارده تبديل غريب جدا بخروج محمد اشرف رؤى في وسط الملعب. النهارده فيريرا بيخرجه وينزل ايمن حفني اللي انا شايف ان هو اول مره ما يبقاش من اغرب التغيير بالظبط، ملوش بصمه خالص، تمريراته كلها ضعيفه ما بتوصلش للعيبه. يعني نازل كمان يعني سابه هو واوباما في نص كصناع العاب، ما شفناش حد بيساند مع امام عاشور اللي اتكف النهارده بوسط الملعب قدم اداء عمل كل حاجه بيهاجم بيدافع. فالنهارده فيريرا ضحى بوسط ملعبه، شفنا طبعا التضحية دي هي اللي أثرت في الجون. يعني احنا شفنا النهاردة الهدف هجمة مرتدة أحمد سمير اللي هدد يعني حذرنا منه إيه؟ احنا قلنا أحمد إيه؟ سمير قدام الزمالك على طول بيفوق بحاجة تانية بيساهم بأهداف بصناعة. النهاردة بيصنع هدف الفوز لطلاع الجيش بغلط فردي من محمد عبد الغني. فالنهاردة بنشوف ان التغييرات دي كانت هي العامل المؤثر للزمالك ان هو يفقد النقاط.